دلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها وفقاً لما أعلن عنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة هتنطلق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى اللي بتستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولي. أيضاً النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين بعد الثانوية عام 2024، أوضحت أنه في إطار رؤية الوزارة اللي بتهدف لربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة اللي بتخدم وبتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من اليوم الثلاث الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية بعد صلاة المغرب هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هجرية، وفقاً الحسابات الفلكية اللي بيجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر ربيع الأول العام الهجري الحالي 1446 هتكون يوم 4 سبتمبر المقبل وعدته 30 يوم.